العيش مع القرآن عيش كريم ونعمة يتفضل بها ربنا الكريم. فهنيئا لبيوت نشأ أهلها على القرآن، فزكى القرآن قلوبهم، أحيا أرواحهم وطيب عيشهم. ما أكرم منازلهم وما أسعد أهلهم. لو لم يكن لك من أهل القرآن إلا رؤية وجوههم لكفاك ذلك كلهم. ولو يعلم أحدنا ما ينال من المسرة بالجلوس لهم لانثنى عن جميع شواغله إليهم. أهل القرآن جعل الله السرور في حماهم وجعل النور سيماهم. كثيرا ما ضعنا في الدنيا ولم نجد طريقا نستوي بها إلى الله سوى قربهم، فرجونا معهم ما يرتجي سائر العباد، صفوا ورضوانا وودا وخلانا، ولنعم ما لقينا والحمد لله.